في لابارتي الاولى شفنا منين يجوا المشاكل، دوكا نشوفوا كيفاش نصيبوا حلول وشنو هما لي استراتيجي اللي نقدروا نستعملوهم باش نقدروا نكونوا عندنا حياة عائلية سعيدة، نكونوا لاباس علينا ولا اوموا ما يجوش المشاكل. الحاجة الاولى هي ستريس مانجمنت، لازم نعرفوا كيفاش نجيريو ستريس والقلق والضغط. لازم نفيقوا شنو هي الحاجة اللي راهي تستريسينا ونديجيريوها بروحنا، ما نروحوش بهذيك الانرجي ونقابلوا افراد العائلة. كيما انا دوكا نقعد ندور في فيسبوك ونقرا واحد 5 ولا 6 ارتيكل اللي كل واحد يبريزيك اكثر من خوه، وتبان لي بلي لا فان دو موند حتى صرا قعد لنا 2 دقائق وخلاص لا فان، ونستريسا وبلا ما نفيق بلي راني مستريسيا كاع هكداك. مي نخرج من البيت نروح الكوزينه بهذيك الانرجي بهذاك الخوف وهذاك القلق، ومن بعد نشوف راجلي يشرب في قهوته ترانكيل يبان لي مهبول طول جبيك ماكش فايق بلي الدنيا حتخلص. ومن بعد كابابل هو يقول لابسه صغيره، مي انا تالمون جبت كاع داك ستريس معايا نطرطق فيه ونولو نضربو على حتى سبه. ما كان والو في حياتنا الصح، ما صرا والو، وبيني وبينه ما صرا والو، ما كان حتى مشكل. مي انا جبت هاد ستريس للعلاقه، على بها الواحد لازم يفيق وشنو هما الحاجات اللي راهم يقلقوه باش ما يجيبش هذاك الحاجه الخارجيه للعلاقه. وهذه عندها فيها لي موتيف وفيها لي كولور، يا كاع لي ستيل. كان يجيبوا الغزال تاع الخدمه راهم مستريسين في الخدمه، ويجيبوا كاع ديك الانرجي لدارهم ويطرطقوا في ولادهم، يطرطقوا في مرتهم، يطرطقوا في راجلهم. هو مساكن هذوك افراد العائله ما داروا والو، كانوا قاعدين برك. ولا ام عندها ولادها بزاف ما عرفتش تجيري هذا، ما عرفتش تجيري الاخر، وتطرطق في طروازيام الوغ كو مسكين ما دار والو. الواحد دائما لازم يحبس ويخمم ويفيق روحه، يقول بون هاد السمانه راني مستريسيا باسكو خلاص راح يخلصوا لي دراهم، وعلى بالي بلي لازم نصيب سوليوشن فينانسييرمون، ونفهموا روحنا كلي رانا عبد واحد اخر، نفهموا روحنا نقولوا ما تطرطقيش في خوك باسكو انت خلصوا لك دراهم، ما دار لك والو، ما عنده حتى علاقه مع هاد الشيء، ما يستاهلش تطرطقي فيه وتجرحيه. وكين في يقول الحاجه اللي راهي دايرت لنا هاد الضغط لازم نصيبوا لها سوليوشن ليها، وهذا سوجي واحد اخر، دي استراتيجي واحد اخرين. مي في العلاقات المهم لازم تجيري ستريس باش ما تديهش لعند عبد واحد اخر، تدي ستريسيه وما تويز دي ستريسي خوه تعشي لا فامي كاع مستريسيا، وهذا ياكل فيه خوه. المعاملات يعدي وبزاف حاجة شغل مرض تعدي، تروح من واحد لخوه إذا نعاملك جنتيمون بلا ما تفيقي تولي تعاملي الناس جنتيمون، إذا أنا نجي ناكلك نعيط عليك تمتم لا بروشان بيرسون اللي تلاقي بها كابابل تعيط عليها. هادي نيميرو 1 نجيريو ستريس. نيميرو 2 لازم نجيريو لي نير، ما كاش من هادي ما تنرفونيش، كل واحد مسؤول على لي نير تاعو. ولا انا منرفي، انا هكا انا منرفي، هادي ماشي سبه، اكبر حبيبنا اللي بيبي نسمحوا لهم كي يبداو يبكوا ويتغزلوا ويجيهم لا كريز. بصح واحد عنده 35 سنه ولا 40 سنه سي ترو طار، لازم تجيري ولازم تكبر. وهي قد ما نكبروا قد ما نولوا نفيقوا شنو هما الحاجات اللي قلقونا، كاين حاجات اللي غير يصرا وتجينا لا كريز ديرك من 0 ل 100. كي نفيقوا شنو هما هاد الحاجات نسيو نيفيتيوهم، وباش نيفيتيوهم من داك لازم نكسبليكيو للعبد الاخر وشنو هي الحاجه اللي تغزلنا، وبالعقل حتى يتعلموا ما يزيدوش يديروها. لو بياج اللي قادرين نطيحوا فيه والجياحه اللي قادرين نطيحوا فيها سي كو نقولوا راني اكسبليكيت له وهو زاد دارها، معناتها لا فوت تاعو، نحطوا المسؤوليه مسؤوليتنا احنا نحطوها في الشخص الاخر. قلت له ما ديرهاش وزاد عاودها بالعاني، على بها ضربته خادش وصيته وعاود دارها. كي هدرتي ولا كي هدرت ما تعطيكش الحق تطاكي هذيك لا بيرسون، تعطيكش الحق تعيط عليهم، ما تعطيكش الحق تضربهم، ما تعطيك حتى حق. وشنو هو لو بوت كي تكسبليكي؟ سي بلا عقل لا بيرسون الاخرى تبدا تفهم، واعطي لها الوقت باش تدرب نفسها تولي ما ديرش هذوك الحاجات. كي تقولها خطره ما يكفيش، كي نعيشو كيف كيف لازم نتعلمو نيغوسيو كيفاش لا بيرسون الاخرى تعاملنا. وعلى هادي لازم نكسبليكيو بزاف، ما كاش من هادي لو كان جاي يحبني صح على باله نو ما على بالوش، ولو كان جاو صح يقدروني في دارنا لو كان على بالهم بلا ما نهدر، ما كاش لي على باله بلا ما تهدري، لازم تهدري ولازم تعاودي ولازم تصبري، لازم صبر كبير ويعيي حاجه تعيي سي كلير. بصح وكان ما نديروهاش نعشو في عفسه تعيي بيان بلوس، انت حاجه تعيي وحاجه تهلك، جو بريفير حاجه تعيي.
كيفاش نتعلموا نيغوسيو؟ الحاجه الاولى اللي نديروها هي ما نبنوش اجابه ديريكت، ما نعمروش راسنا بدي زانفورماسيون. لازم الحاجه الاولى اللي نديروها هي نسقسو ونسمعو ونفهمو ونصبرو. نعطيكم اكزامبل، دوكا انتي تجي من لافاك تكوني ميته بالعيا، غير خاوتك حاطين كاع دوزانهم فوق فراشك، في راسك تبداي تبني نيكسبليكاسيون، تقولي حتى واحد ما يقدرني في هاد الدار، وما عندي حتى بلاصه، واحد ما يقيمني، وما كاش وين ندور، وراني عيانه من الصباح وانا نقرا، وجيت من البعيد والبوس والسخانه وداروها بالعاني ويكرهوني، وديجا واحد ما يحبني، حكايه طويله غير باسكو كاين دوزان فوق الفراش. لازم نديرو بوز ونعاودو نخمو، باسكو قادره تطلقي السم وتولي في حاجه واحده اخرى. قادره تروحي عند خاوتك تقولي لهم يا الحمير نتوما حمير، من بكري نتوما حمير وجامي راح تتسقموا. اسمع واش درتي، هرتي لهم كاع الباسي تاعهم، من بكري هما حمير، وزدتي هرتي كاع بوسيبيليتي تاع نيغوسياسيون. ما كان حتى مستقبل زاهر، يقعدوا حمير افي. كيفاش حبيتي لا ريبونس تاعهم تكون؟ واش راح يديروا؟ يقول لك وي عندك الحق احنا حمير، لا ريبونس يقول لك لا انت حماره. و فوالا راهي تلونسات. هادي سي لا موفيز سوليوشن. لا بون سوليوشن راهي عند خاوتك، قولهم سقسي علاش مدوزانكم، سقسي صح ماشي علاش مدوزانكم هنا، ها صح سقسي علاش، بالك عندهم مشكل و سي لا سول سوليوشن اللي صابوها، وبالك صح حابسين، ما راناش نقولوا كاين اللي حابسين. سي بوغ سا انكور بلوس، اذا صح حابسين لازم تزيدي تعاوديهم تعاونيهم كتر باش يوصلوا لا بون سوليوشن، لازم تفهميهم كتر. يقول لك ما صبت بلاصه في خزانتي ما عرفتش وين نحطهم. بون نقدر نفهم هادي، مي ما عجبنيش الحال، واش ندير؟ نقول له شوف انا نجيت ملافاك بلا العلي بلا عياط، على كل حاله جيت ملافاك عيانه، كي نشوف دوزانك فوق فراشي يحبط لي المورال، نحب كي نجي نصيب فراشي نقي باش نقدر انا نحط دوزاني ونريح راسي، خاطش نعيا بزاف كي نروح كي نخرج. هاكي عطيتي اون اكسبليكاسيون. دوكا واش راح يصرى؟ راح يصرى كو هذا خوك ولا اختك ينحو دوزانهم، ماشي بالفرحه وبالانرجي، دوك ينقرشو، راني مشغول وماشي غير تجي لازم نبدل كلش بلا بلا بلا، معليش تاني ما تزيديش تكريزيش. عطي لهم لوكازيون يتعلموا. دوكا لي بروميير فوا اللي يديروها هذه الحاجه جديده يديروها بتشناف ويديروها مال، ما يعرفوش يديروها مليح، خليهم يهردوا يماها خطره زوج ثلاثه، حتى بالك من على 3 شهور من على 6 شهور سي بون يكونوا والفوها يولوا ما يخموش مام با، باسكو خليتي لهم الوقت يعاودوا يدربوا نفسهم لهاد لاكتيفيتي جديده. لي زاكتيفيتي جدد يدو وقت كبير باش نونطرينيو روحنا، رانا نسيو نسقمو حياتنا ورانا عارفين شحال طبيعه مليحه، شحال تدي الوقت وشحال تدي لا باسيونس باش تديفلوبا. الصبر والصبر والصبر هو كلش. كي نشوفوا العبد هذا دار حاجه اللي حنا دومونديناها لازم تم نشكره، ما نقولوش بلا مزيتو، اه بيان سور خص غير نزيد نقول له ميرسي يا حي. اذا تحبوا تعيشوا حياه اليز ما فيهاش مشاكل، لازم كي الواحد يدير الحاجه اللي دومونديناها ما ميدات تبان لك ايفيدونت، مي شكره. اذا الواحد كان جامي يغسل الماعن ومن بعد فهمتيه بلي ولا فهمتو بلي لازم يعاونك، ومن بعد غسل الماعن مي ما غسلهمش بيا نورمال، قولي له ميرسي بوكو يعطيك الصحه سي تري جونتي، هكا راني حاسه روحي اليز. الناس ما يحبوش يتبدلوا، ما يحبوا كي تكون عندهم اون اتونسيون، كي الناس يفيقوا لهم ويشكروهم. كاع فينا هادي، ما نحبوش نخدمو وما يجينا والو اون روتور، حنا نخدمو وواحد في واحد ما يستعرف بينا، ومن بعد كشغل نقولو ما نحبوش نديرو هذيك الحاجه. وحاجه تاني تري 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 امبورطانت هي كي الواحد هدا وين بدا يدير حاجه اللي نتي دومونديتيها ولا اللي نتا دومونديتها، يبانو لي ديفو كتر ما يبانو الحاجات الملاح. باغ اكزومبل تشكي من الخرده، كل ما تجي للدار من الخدمه تلقى الدنيا مقلوبه، ومن بعد شكيت جونتيمون وفهمت باللي يحبط لك المورال كي تدخل وتصيب الدنيا مرونه، ومن بعد افراد العائله ولاو يسيو يخملوا. دوكا تجي اليوم وتصيب كلش في بلاصتو اباغ صبابط قدام الباب مرميين مخروبين، هما اللي يبانو بزاف، ما يبانوش الماعن اللي مغسولين والفراش اللي كلش في بلاصتو.
دوكا اذا لا ريبونس تاعك دير حاله وشامي ديروا سباب طهنا وما تفيدو ما تفيدو في والو بون شانس يعاودو يسيو هما سيو يديروا حاجه مليحه وانت عاقبتهم ما كاش بيغ عقاب كي يكون واحد دار حاجه عيانه يكون واحد زبلها وتعيط عليه كابابل حتى يحس روحو بيان كاع يقولوا اوموان كش واحد فاق لي اوموان زقاو عليا ودوكا راني حاس روحي بيان بصح كي تحب توجع واحد صح توجعو خليه كيدير حاجه مليحه وعاقبو يا يما لوغور وهاد الغلطه بزاف الناس يديروها هادش صح الحاجه اللي كيسوتوزيو الحاجه الاولى اللي نشوفوها هي العفسه نيجاتيف اي لازم نشدوها نغلقو فمنا ما نقولوهاش ما نبليسيوش لا بيرسون اللي سيات دير فينا بليزير هادي تبان كشغل مانيبيولاسيون مي هذا هو التعايش لازم نتعلمو نيغوسيو لازم هما تاني افراد العائله الاخرين تاني يتعلموا ينيغوسيو معاك يتعلموا يورولك كيفاش لازم انت تتعاملي ولا انت تتعامل خاطش حنا دوريجين ما على بالناش كاع الدنيا وين صاده كاين تالمو اختلافات في العقليه تاع كل انسان حتى لازم لنا بزاف لي زيكسبليكاسيون باش نفهمو اي سافو لا بين سورتو مع لا فامي مع افراد العائله شغل ربي عطاهم لك الدنيا عطاتهم لك دوفيس بار ديفو راهم ناس واقفين معاك ويحبوك دوريجين الوغ كان ما تهردهاش سي سان غان انكرويابل عباد واحد اخرين لازم تلاقى بيهم بعد تبريزونتي روحك بعد تفهم كلش بلا 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 كاين تجارب لي تجوز بهم العائله لي غير خاوتك لي يفهموهم وانت تروح تساكريفي كاع هاد لا ريلاسيون على جال تقاشر مسخين وشكون خسر المعان وكيفاش خزر فيا ويسمع التلفزيون زايد بزاف وانا دائما يحقروني بلا 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 التخيلات هادوك سي اون اوكازيون راتي تاع اون ريلاسيون لي صح بروفوند وصح افي على بها كاع هاد المجهود وكاع هاد لا نيغوسياسيون سا فو لا بين تستاهل كل دقيقه تستاهل كل قطره تاع عرق اللي نجوز عليها كاين استراتيجي واحده اخرى هي اللي لازم نعرفو كيفاش نعبروا على المشاكل تاعنا لازم نصيبو كش واحد اللي نفرغو قاع الهموم تاوعنا ما نخليهمش في قلبنا باش ما نزيدوش ستريس ولي نير لازم تاني نفهمو كيفاش لوتر بيرسون تهدر كاين اللي يحبو يهدرو بزاف باش يقدروا يفهموا واش صرا ويصيبوا سوليوشن كاين اللي يحبو يهدرو غير شويه ومن بعد ماشي توت شويت يحبو لا ريبونس الاولى هي يقعدوا يشعلوا التلفزيون راهم يشوفوا فوتبول ولا كي ما نفهموش بلي هذه هي لا ريبونس ناتوريل تاع هذاك الشخص يبان رامينا في الثقيل يبان لك شغل معها شي حاسبنا هي لا يسنى لازم يقعد يكالمي روحو يشوف حاجه واحده اخرى ينسي روحو ومن بعد باش يبدا يديجيري ومن بعد باش يقدر يهدر ما كاش لي غلط كل واحد ستيل تاعو لازم تاني نصيبو كش حاجه وين نخرجوا لينيرجي تاعنا سبور ولا كش حاجه واحده اخرى لازم تعلموا لي تكنيك دو ريسبيراسيون هادو ندير عليهم ابيزود كاش نهار دي زوتي انكرويابل وكاين دي سوجي اللي ما نقدروش نطرقوا عليهم مع هاد لا بيرسون باسكو ا شاك فوا نضربوا وهاد لي سوجي ما عندهمش اهميه كاع هكداك اذا نقدروا نيفيتيوهم بنوا العلاقات على الحاجات اللي يعجبونا على الحاجات اللي نتفاهموا عليهم نصيبوا الحاجات اللي كيف ماشي الحاجات اللي تختلف دائما نركزوا على الحاجه اللي تقربنا للاخرين ولازم نصبروا في النهايه النتائج اللي يخرجوا لنا يستاهلوا كاع لي زيفور اللي نديروهم المهم هذه هي الحلقه تاع اليوم تهلاو في روحكم مليح وتهلاو في فاميلتكم ايا سالو تهلاو